يا هلا والله شباب، معكم بشار كيال بشار كي كي، وجاب لكم فيديو جديد. هالفيديو يا شباب هو الجزء الثاني والاخير من بطوله او تحدي اليوتيوبرز بلعبه كول اوف ديوتي. اظن معظمكم شاف الجزء الاول، لعبنا البطوله بماب الوارزون الجديد بكول اوف ديوتي. كان اليوتيوبر انا وليو فريق ضد كليفر وفيرفول بالفريق الثاني، وقتها خسرنا بالبطوله للاسف، بس ان شاء الله اليوم راح نعوض. اليوم الجزء الثاني راح نلعب فيه بكول اوف ديوتي بلاك اوف كولد وور، ومثل ما قلت لكم في اخر فيديو بلاك اوف كولد وور لعبتي، فمتامل انه نفوز اليوم. بلاك اوف كولد وور فيها مابين جدد بالمالتي بلاير اللي هما يامانتاو وديزل، وفي جيم مود جديد اللي هو ستيك اند ستون. تحدي راح يكون فيه، واظن كل اللي لعبوا اجزاء بلاك اوف القديمه بتعرفوا هالجيم مود. هو بكل بساطه فري فور اول، يعني كل اللاعبين ضد بعض، وما بيكون عندك الا كريسبو وبالستيك نايف. البالستيك نايف هي السكينه اللي فينك تطعن فيها وفينك تطلق عليها، بس في حركه جدا وسخه بهالجيم مود اللي هو لو قتلت واحد بالتوماهوك اللي هي السكينه اللي بترميها رمي، سكوره راح يرجع للصفر. اي لو الواحد كان خلاص باقي له قتله واحده ويفوز ومات بالتوماهوك، راح يرجع سكور على الصفر. وهالحركه جدا مستفزه، وراح تشوفوا راح ينرفع ضغطي وضغط باقي الشباب بشكل جدا كبير. وبالجيم راح نكون انا وليو فريق، وكليفر ودربحه بالفريق الثاني. دربحه راح ياخذ مكان فيرفول. بس هالجيم مود ستيك اند ستونز فري فور اول، يعني الكل ضد بعض، فاللي اتفقنا انه انا وليو لما نشوف بعض ما نذبح بعض، ولو واحد منا فاز راح يفوز فريقه، ونفس الشيء مع كليفر ودربحه. بس قبل أن نبدا حاب انوه انه في كتير اشياء جديده ضافوها مع الموسم الثالث في بلاك اوف كولد وور، نفس باتل باس جديد، شخصيات جديده، اسلحه جديده، ومنطقه جديده بالزومبي الاوت بريك. في يلا خلينا نبدا بالتحدي. كلكم هناك ها؟ آه السلام عليكم. كيف ما عرفت؟ لا اقول لك دربحه اخوي اخوي يا دربحه. اوه صح صح، لا ما تيمون. والله لا تيم، والله لا تيم. اه ليه ليه معليش خذ هاي بس. انا اسف. ما عليك تهاوش، اهم شيء لا تعطيني بالتوم. اي اي اهم شيء التوماهوك بعد عنا. سلام عليكم. لازم اسكت. دستور لا يسمحني، والله العظيم قله ادب يا عيال، والله العظيم قله ادب، والله ما تستحون. قاتل 17 في الاخير اقروا ارحموني. سلام. عطني عطني خلاص انا بس. ليو 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 شوف انا الاول، لو شفت زحمه علي اسلخني اي قتله عاديه غير التوماهوك، اوكي؟ لو شفتهم ملتمين علي دربحة. أنا دربحة لو غلط، لو غلط خشمك الذيب. لا لا هذا صفرني صفرني 30 ثانية تذبحني 30 ثانية. صفر صفر شو اسمه ليو. دربحة دربحة لازم صفر، لازم صفر. صفرت كليفر شباب. دربحة دربحة علي، لا اقتل واحد يا دربحة علي يصفرونك، دربحة علي يصفرونك. اقتل ليو اقتل ليو. صفرته صفرته صفرته. صفرني صفرني بشار. مين الاول مين الاول مين الاول؟ انا الاول. اسوي 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 اسوي. لا 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 الله ثواني. كيف 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 عليك يا كليفر حبيبي يا دربحه؟ كيف جبت لك عند الموضوع؟ طب انا كان مبين، كان مبين اني انا الاول. شوف الثاني شوف الثاني. كل الناس يا الله عليك. هذه تعود، هذه خلني اتعود، خلني اتعود. هذا الماب كان موجود في لا 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 جديد جديد، بس يشبه سمك بس جديد نفس التصميم. لا 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 كان سلام او بشار. اخوي 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 رايقل. يب يب في واحد حاقد هنا يا حليله. راح راح بس صح عليك. في هذه اللعبه ما لها امان، اللي فوق يصير تحت كنا دنيا. يلا بسم الله بسم الله. دربحه اخوي وراك انا. بشار جي جي بشار. يا الله كنت وين؟ وين دربحه؟ وين دربحه؟ تبغى تاخذ حقك ها؟ ابي اخذ بثأري. ايوه بسم الله. ايوه يا ليو انزل فيهم انزل. يوه يا يا جعل التوماهوك يدخل حقك. اثنين توماهوك ورا بعض، وين الثالث؟ بشار بشار صفرنا يا محمد. بشار يا محمد يا كليفر. 35 ثانية 35 ثانية.
يلا ليو ليو شوف ليو أنا ليو أنا بكون جنبك بحاول بقتلك لو اجتمعوا عليك بقتلك قتلة عادية. كليفر كليفر الأول ليو وينك عليك عليك وجهك ليو وراك اذبحني 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 ليو اذبحني أيوة لا 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 تكفى عليك محمد يا لا 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 تعادل 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 لا 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 انا الاول انا الاول تعادل 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 عمليات التصفيه ما في على السكور عم نمشي على السكور تعادل شوفوا شوفوا المشكله هالجيم مود مهما ابدعت هي اهم شيء النهايه مهما ابدعت فاضي بشار ظلم يا اخي اقعد اشتغل 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 واخاف اقتل بشار كنت اربح ما يخاف صراحه اذا قتلني ألقم بس متنا 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 أخر يا أبوي والله ما جيك السلام عليكم مربحة أخبارك وين بعدتم هاك يا عيال بشار بشار عرق يا عيال يا دبلنا تومو كليفر الله يا مستواكم يا شباب يعني ألقم بس قال صح عليك قال الله ياخذك الله ياخذك دربح وراك واضح انه عصب مين يلعبوا الغبنه نو والله طلع عليك طلع عليك ولا شيء صفقه 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 عليك يا كليفر امشي انا وراك احتزم هوا مستوى مستوى يلا نرجع عليك عليك يا كليفر صفيناهم ضربه هلا الله حسبت كفو ليو كفو ليو كفو أيوة انا الاول انا الاول شو اسمه ليو دربح الاول عداني ليو 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 دير بالك دير بالك ليو دير بالك دربح طلع فوقك واخر واخر دربح افقع افقع دربح حرام حرام الله اكبر يا بشار ليو عليك لا يا اخي ايش الخطه هذه يروح يقتل في السباون كثير ما اتفقنا يا شباب على كذا ليو لو خسرنا هالجيم انا وين اودي وجهي بينهم ف عادي امشي لك طاز وضحك وطقطق يا شيخ لا الحين شيلك من ال... نكسر راسهم اوه انا اسف اوه شيت قاعد اقاتل دربحة دخلت في النص قال عليك السلام عليكم دربحة بشار صفرني تماك شت بشار بشار بس هلا 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 خلاص هذا بشار تعال بس ابيك موضوع ابيك موضوع ايوه مع السلامة خلص الموضوع موضوع ثاني كذا صفرني والله العظيم انك ما تموت يا بشار والله ما في تقعد يا شباب يا احمد بشار تعال يا اخي ازعجنا هذا اللي في المحطة اطلع يا اخوي القم بس قال تموهوك قال القم بس والله بشار بعيد يتصفق مشكلة وسيا 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 القم بس يا يلا انا بهم صفر صفر يلا انا بمدهم كليفر واثق فيك انا القم بس شباب انا اول واحد يوصل 1000 بالاربع جيام كلها 1000 يا عيال سكوره عرق علينا لا 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 تعال تعال بس تعال يا شباب محمد نتخذ موكات تعال ايوه تسفر بشار حلو ما عليك يا رجال اعطيته واحده هلا اول واحد يوصل 1000 يا عيال القم انتوا 1000 انا تحولت زومبي عند بشار صدقوني يا عيال ليو 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 40 ثانيه تكفى خلينا نطلع بكرامتنا لا لا ليو ليو لا 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 تكفى تكفى لا تكفى لا ولا كلمة وش تبي نلعب هاي يا عيال انت زيجة واحد لكم فزنا بدعاء الوالدين وفزنا بالجدارة وبالعرق والعلوم الطيبة والغانمة فإيه يا شباب للأسف خسرنا بالأسبوع الأول والأسبوع الثاني
سويت شغلي شفتوني ذبحت وابدعت بشكل جدا كبير، بس هالجيم مود جدا مستفز. يعني لو كنت جدا لعيب وخلاص ومقتل الكل وسكورك الاول، اخرتك سكينه، توم هوك واحد سكورك ينزل على الصفر. فاي مبروك لكليفر ودربحه على الفوز ومعاهم فيرفول، وان شاء الله بالبطولات القادمه انا وليو بنحاول ان نفوز. فيا شباب شكرا لكل اللي تابع الفيديو، اتمنى لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشكرا بالتعليقات اراكم عن هالجيم مود حبيتوه ولا لا. وبس كان معكم في شركه اياب شركه كيش، كم ديهات ثاني ان شاء الله. مع السلامه.